ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي بارز أنه إذا شنت إسرائيل عملية كبيرة برفح فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدرس تقييد بعض مبيعات الأسلحة لها. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن إسرائيل دمرت مدينة غزة بزعم قتل كثير من مقاتلي حماس والذين ظهروا بعد ذلك، مشيرة إلى أن إسرائيل اعتقدت أن قادة حماس كانوا في خان يونس ودمرت المدينة أيضا بحثا عنهم ولم تجدهم. كما لفتت الصحيفة إلى توجيه واشنطن لإسرائيل بأن هناك طريقة أكثر دقة لملاحقة قادة حماس غير تدمير رفح جزءا بعد الآخر.